مرحبا بكم الناس الكل، باش نطل عليكم من اول هكا بفطور نتاع الصباح بنين وكله طاقه ومزيان. السموثي هذا نتاع الشوفان بالحق جربوه، طبعا نعمل لكم نهار فيديو ديتاي خاطر ما صورتش البيض اللي فاتت، نعمل في حاجات ومانيش نصور. وعملت معاهم اومليت وسموثي هذاك شوفان وبنان وكيوي وتمر وحليب، وبعد نص نهار عملت حويجه هكا تونسيه ثقيلة شوية اللي هي المقرونة بالقرنيط. عملت المقرونة بالقرنيط وحضرت مدام سخنة الدنيا نكثر المشروبات بالقدا ماذا بينا، وهذه القرنيط مقرونتي طايبة وحطيتها، وهذيك السلايطة معاها وشوية غلة، ومن هنا القدام هذيك هي ماكلة السخانة نقولوا نحن والصيد. هاي ذاك نهار سبت. طبعا نهار الأحد، نهار أحد كيما هكا مهير يهبل ما نحكيلكمش، مشيت للسوق على الصباح، مشيت للسوق نلقاهم يبيعوا في التريليا ويبيعوا في النازلية. راني قداش فرحت بالنازلية اكثر من كل شيء. اما اللي مشيت معايا ترى التريليا هي تولي كعبه تريليا، تكون تحب التريليا، هاي خذيت لها على خاطرها التريليا. وهاي تنظيف التريليا كيفاش، ساعات تبدا فيها قشور من برا ساعات لا، او كان عندي عليها بسكينه ولا بدايه تبدا ماهيش فرشكه القشور نتاعها تنحى فيسع، نعدي عليها بدايه نشوفها كان رطبه والا حرشه، ومن بعد نجي وين الخناخش نتاعها نحط صوابعي الزوز ونجبد يتنحى الخناخش ومعاهم المصارن نتاعها، ساهل تنظيفها. اللي يقولوا لي راني مانيش الانسان اللي يعرفوا يطيبوا معناها كل يعني نوري فيكم في تطيب الحوت، فما شكون يتبع فينا وما يعرفش كيفاش ينظف الحوت. ونظلي نقص له راسه بالسكينه والا بمقص سبيسيالو نتاع كوجينا، نقص له الراس نتاعه وبعد نحيله المصارن، نجمو حتى تشقوا المصارن تلقاوها ملوطه وين فما نقبه هكا في الوسط في الكرش، غادي تدخل السكينة ولا المقص للراس للفوق وتجبد المصارن فاسيلمون. إلا نلقاهم هما منحين المصارن نتاعهم بطبيعتهم ومخلين كاين الراس، علاش خاطر النظر لي في ساعة يفسد وفي ساعة يعمل ريحة، هذاك علاش منحين ومنظفين له المصارن. كملت نظفت النظر لي والتريليا وشكارة هذيك حطيت فيها الوسخ نتاع الحوت، وزدت حطيت في ساشي أخرى وزدت ساشي أخرى 3 ساشيات باش ما تطلعش الريحة حتىش للي نهبط البوبيل. وطاوة باش نفوح بالملح والتابلو كرويه برشا فلفل زينه ولا فلفل احمر والكمون بالكدا كمون، وعندي موتارد بودر والا عجينه، عندي ثوم وبصل مرحيين وبرشا فلفل اكحل. نفوح لهنا نكثر في اللفاح بالكدا بالكدا باش يعطيني مطعم بنين، راهو قد ما خاطر نوع الحوت هذا لازمنا نلفوه في الفرينه، نلفوه في الفرينه باش ما يتفتفتش في المقله، الحوت هذا ما يتقليش منه للزيت على خاطر يتفتفت، هذاك علاش نلفوه في الفرينه، والفرينه ماهيش مفوحه دونك تنقص لنا في البنه والنكهه نتاع الحوت، هذاك علاش نحاولوا ان نفوحوه بالكدا. انا باش نعمل فرينه وسميد يعطيني ليزي ما يلصقش برشا فيه سميد ولا فرينه، وفي نفس الوقت يعطيني قرميشه محلاها يقعد هكا مكبوس من برا ويبس. اللي عنده مشاكل نتاع جلوتين فرينه القطانيه، نلفوا في فرينه القطانيه وطبعا نلفهم الكل كيما تراو. حطيته على لافابو غاديكا باش خاطر تبلبيز نتاع الفرينه على اليمين وعلى اليسار هكا منه لافابو، من بعد من نغسل الكل ونعقم ونغسل ونحك الكل مع بعض. نبدا بالنظر اللي لفيته هو الاولاني، وبعد نحط فوقه تريليا وفي راحه من عقلي نغسل يديا وننظف الدنيا ونمشي نقص الخضره نتاعي، واخر حاجه نطيبها الحوت. اوكي انتي وشنو عندك؟ كان عندك فريتوز، تولي تحط البطاطا في الفريتوز والباقي الكل في قلايه اخرى، وكل كل واحد كيفاش يحب. انا حطيت البطاطا هنا، عندي بطاطا نتاع القليين البيضه وبطاطا صفراء نتاع الطاطي، وفات لي البطاطا القليه وليت زدت معاها كعبه صفراء الكبيره هذه. الكعبه الكبيره هذه راهي تتحرق معناها فيها معناها نسبه سكر عاليه وتتحرق من بعد معناها تعطي لون، تو تشوفوا موريكم في القليل من بعد كيفاش. هكا ما خلطتهمش مع بعضهم، نحط الاولانيه البيضه وحدها والحمراء وحدها. طبعا باش نعمل القرع، امل اكثر حاجه تموت عليها في مقلي هو القرع، القرع الاخضر قصه هذا هو طروف، ونجي نعمل الصوص نتاع الطماطم. كل مره كيفاه، مره نقلي الطماطم بالملح وتابل وثوم، ومره نعملها صوص هكا بالبصل، ومره صوص بدش بصل، كل مره كيفاه. مادام عندي البصل الربعي الاخضر البنين هذا اللي بنن، حطيت كعبه بصل الربعي هذاك وحطيت عليه تقريبا 4 كعبات طماطم قصيتهم مكعبات هكا مكعبات، وعندي 3 ولا 2 صنون ثوم كبار قصيتهم زاد هما بالطول، ومفوح ملح تابل وكرويه، ومش اي نوع تابل وكرويه، وشوية هريسة عربي والزيت. يقول لي ما عنديش تابل وكروية، اشري تابل واحد وكروية وحدها، ارحيهم وحطهم مع بعض نجم تفوح بيه. ما عندكش مش لازم، حط شوية كروية وحدها يز، ما عندكش زاد كيف كيف، خلي ملح وثوم. طوا الفلفل، الفلفل هذايا زاد يعجبني، اما لونه فاتح وهو موزوز هكا كيما نحنا نقولوا
في تونس المسكي، ولا اللي ماهوش حار حار يقتل وماهوش بيس الماسط. فوحته بالتابل زاد هو والملح، وبعد رجعت للبطاطا ملحتها ونحط نقليها في المقلة. هني البطاطا كيفاش تتقلي؟ كي نرمي البطاطا نخلطها بالوقت باش الزيت يمس الطروف الكل نتاع البطاطا باش ما تلصقش بعض، نخليها ثم تعمل غلوة، وبعد نرجع لها نعملها تحريكة أخرى. علاش؟ باش ما يلحموش بعضهم، وبعد نبدا نفركوا فيهم مع بعضهم، أو كان نفرقوهم على بعضهم وكهو، ونخليهم حتى يطيبوا. وقت اللي يوليو ظاهرين معناها اللي هما طابوا وفلوتي وكي، تنجم حتى تستي بكعبة وتراها عملت قشرة ديجا خشينة من برا، سيطة ريتوها البطاطا الحلوة نتاع المقلي هذه البيضة. اغزر كيفاش تهبط بيضة، مش تقولوا لي في فرنسا وين انا راني قد ما لوشت قد ما لوشت وقد ما جربت تكتب لك سبيسيال فخيت ودرا شنو، باقي تطلع لي حمراء يا اخي. نلقاها في الكرون فخي صدفة بالتراب نتاعها، قلت والله انا ماني خدم نجرب. ومن وقتها وليت ناخذها كان هي، مش ديما يجيبوها، اما اوكي كل ما يجيبوها ناخذ كمية بها ونحط في الفريجيدات تصبر لي حتى باكثر من شهر. طيبت البطاطا الاولانية، وبعد قصيت الثانية هذيك الحمراء، وشوفوا كيفاش حمرت ريتوها، وبالرغم اللي الاولى طيبة اكثر هذيك احمرت، خاطر كي نزيد نخليها تطيب اكثر تزيد تكحال مش حتى تحمر، تبدا من داخل هي بنينه راهي، انا تعجبني خاطر سكريه حلوه، اما منظرها مش معناها ولا بد وكها، وتذبل من بعد تذبل كي تبرد. توا في المقلي اول حاجه نقليه البطاطا باش يبدا الزيت نظيف، وبعد نحط معاه القراع الاخضر، اذا عندك قراع احمر تحط فلفل بعده، ما تحطش قراع احمر باش ما يمسخش الزيت. هكا بالتدريج منا نحافظوا على الزيت باش نكملوا به المقلي الكل، ومنا في نفس الوقت ما نمسخوش زيد البطاطا والا الحاجه اللي باش نطيبوها ما تتحرق لناش ولا تتمسخ. ريتوا الفرق بين البطاطات الزوز، هاك بطاطا للاستهلاك البخاريه والا الفور والا الطيب عادي، والبطاطا نتاع القليان ماذا بيكم تكون اللي يعيشوا البرا تلقاوها هكا بالتراب نتاعها. وهكا جربوا شوفوا انتوما حتى اللي تلقاو الحاجه الباهيه. طبعا حطيت الفلفل اللي تقلي، وحطيت معاهم الفلفل هذاك البوافون الحلو لأمل باش تاكل خاطر الاخر حار عليها ما تحبوش. وبعد ما كملت الفلفل حطيت الحوت، نبدا بالنظلي من الاول، ومن بعد نحط التريليا والزيت نتاع قليان الحوت ما يستحملش اكثر من قليتين، سينو يهبط الفرينه والسميد يتحرق الزيت ويحرق لنا معاه الحوت من بعد. راني السوق اليوم طياره ما شاء الله، رمضان كامل ما هما عرب يبيعوا عرب غاديك روحوا في رمضان لبلادهم، فارغك السوق جاي حاسيلو كي رجعوا بعد العيد ما شاء الله. وهذا صحينا المقلي بتاعنا اهو كطاب، والصوص نتاع الطماطم بتاعنا طابت، ما زدتهاش ماء في الماء بتاع الطماطم طابت، ومش اي نوع طماطم زيد نطيبوها للصوص، ماذا بيكم الطماطم بتاعنا ديك الطويله الملحمه. ونلقى في السوق عاد جايبين الجبايب بتاع سانكورو بتاع الصيف هذوك، مشيت طول خذيت جبه باش نحس روحي دخلت في الصيف. وعندي سلطه مفوره انا عملتها عشية البارح، قسمتها على اثنين، خليت طرف من الغدوه وطرف تعشيني، اللي هي بطاطا وبتراف وجلبانه وقرع اخضر وسفناريا، وفوحتها كله فيها هذاك معدنوس وبصل وقارص وزيت وملح. وهذا كزيتون يهبل بنين يهبل، شريته من ليدل زاد جابوه في الغيوم تاع طليل، حاجه بنينه بنينه على الاخر. وكهو طاب توا المقلي بتاعنا، وعملنا قعيده لبرا، وكالعاده غطينا على روحنا بك موستيكير من الذبان والناموس، وخاصه نحلو الفرززو. وعملت سليطه وهيك قعيده صيفيه، استقبلنا الصيف. الخبز زاد شريته من السوق، جبت معايا خبز من السوق، وكهو وكهو. وهذه مواصفاتنا كانوا لليوم، ان شاء الله تجربوهم وان شاء الله يعجبوكم، وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله. وبسلامة.